احتضنت مدينة خرفكان بالشارقة أعمال الدورة الثالثة من ملتقى الشارقة لمراكز الاتصال تحت الشعار خدمات تفاعلية قنوات شاملة. نخبة من المسؤولين وخبراء في مجالات الاتصال والتكنولوجيا وخدمات المتعاملين استعرضوا الاتجاهات الاتصالية الحديثة وسبل تعزيز السمعة المؤسسية لها وتقديم رؤية مبتكرة في التواصل مع المتعاملين. من خلال قنوات التواصل الحديثة هناك أيضا لابد من تطوير الكادر الوظيفي الموجود بالآليات الحديثة والمهارات اللازمة لتقديم خدمات أفضل في المستقبل. المستقبل هناك تقنيات حديثة كبيرة جدا منها الميتافيرس وغيرها، فإحنا نحاول أيضا نطور وندرب الكفاءة والكفاءات الموجودة بحيث أن تواكب التطور التكنولوجي القادم من خلال مراكز الاتصال. المشاركون أكدوا أهمية امتلاك أدوات التعامل مع البيانات وتحليلها بصورة فعالة لوضع سيناريوهات مسبقة لمواجهة التحديات والتوظيف الذكي للتقنيات مع التوسع العالمي في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي العاطفي ومجالات تطبيقها وانعكاسها على جودة الخدمات والعمليات. الذكاء الاصطناعي الآن تترتب عليه عدة تقنيات من المهم جدا مواكبتها لتحقيق حقيقة السرعة والتفاعل الكبير. الآن أصبح المستخدم يحتاج إلى معلومة ذكية سريعة مختصرة، فالذكاء الاصطناعي يختصر لك الكثير من المراحل ويحقق لك فعالية ونجاعة أكبر في الحملات الحكومية. المشاركون أكدوا أهمية امتلاك أدوات التعامل مع البيانات وتحليلها بصورة فعالة لوضع سيناريوهات مسبقة لمواجهة التحديات والتوظيف الذكي للتقنيات مع التوسع العالمي في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي العاطفي ومجالات تطبيقها وانعكاسها على جودة الخدمات والعمليات. ملتقى يعزز جودة الخدمات المقدمة ضمن قنوات اتصالية شاملة تعتمد بيئات عمل متطورة لخدمة العملاء. لمركز أخبار قنوات أبوظبي أحمد الطنيجي من مدينة خرفكان بالشارقة.